لما بكون في حب، تفاهم، موده، ولكن الجنس بيبقى غايب عن العلاقه عن العلاقه الزوجيه، بضلوا زواج ناجح؟ المشكله اللي انا فيها عباره عن ضعف جنس. اجمالا الست والرجال لما يكونوا عايشين مع بعض يعني لازم في شيء يكون مكملهم، مزبوط ولا لا؟ ونحن منه ما في شيء، يعني بعد ما في شيء بيناتنا، يعني بعدنا مثل الاخوه مع بعض. العلاقه الجنسيه بيناتنا ما في، يعني بصير في محاولات محاولات محاولات، بعدين هو بيقص وانا بيقص. يعني انا ببكي على حالتي وعلى وضعه، وهو بيبكي بنفس الوقت، بتاثر على حاله انه كيف هيك عم بيصير معه، انه بعده شاب باول عمره. ما في ست بالعالم انه ما عندها حاجة لهالشي، مثلا إذا عايشة هي ورجال ببيت واحد. أكيد أنا أعوذ بالله ما بفكر لو على قطع راسي إن أعمل علاقة جنسية عدم متزوجي، ولا حتى بالحرام، يعني مستحيل مستحيل أبدا. إنه الحل الوحيد إنه أفضل إذا أنا بدي أفكر هذا التفكير بفضل أنفصل عنه وروح أقعد عند بيت أهلي. الحياة الجنسية هي الأساس بالبني آدم وبالحياة الزوجية، وهي اللي بتكمل الحياة، هي اللي بتخلي اثنين مجتمعين مع بعض انه يضلوا مع بعض. ممكن تؤدي للانفصال، وانا بصراحه ما حابب اتخلى عنها. خايفانه عن جد، خايفانه اتركه وروح كون دمرته ودمرت شخص، وخايفانه ابقى معه كمان تدمر حياتي. المساله بتتعلق بمشكله عضويه السكري فقط، او بنحكي ايضا فينا نحكي عن فقدان للرغبه الجنسيه؟ لا، من السكري بس. فقط في مشكلة سكري. مشكلة سكري. في رغبة تجاه زوجتك؟ في عندك هذه العواطف تجاه ترغبها لزوجتك؟ نعم، رغبة كثير، بس السكري هو اللي بيمنعني. نعم. زينب، يعني قلت بالتقرير عذاب، يأس، حرمان، استعملت تعابير كثير بهالإطار. الحب بينقص مع انعدام وجود أي علاقة بين رجل وامرأة؟ يعني بقل نوعا ما، بس حبه لإلهم ما بينقص عندي، يعني كل ما عم بيزيد حبه، حبي لإله أنا كثير عم بحبه زيادة. كيف أول شيء نوعا ما؟ بس إنه نوعا ما، يعني إنه بخف، مش إنه بخف الحب، ما عارفة كيف بدي أفسر لك إياها. يعني أنا ما أنا عم بحاول أكرهه بس ما عم بقدر. أنا عم بحاول أكرهه بس ما عم بقدر. ليه بتحاولي تكرهيه؟ لأنه أنا بالنهاية إنه أنا إنسانة عندي مستقبل وعندي حياة، يعني إنه ما بصير نضلنا هيك. انه انا تعبت كمان، تعبت كثير، تعبت من شاني انا وتعبت عشانه هو. انا كثير عم بتضايق من شانه، عم بتعذب من شانه اكثر ما عم بتعذب من شاني انا كمان. انه انا اعطيته امل بالحياه، كان صار مثل الغريق اللي بيتعلق بقشي، يعني ما كان عنده حدا، فجاه شافني وتعلق فيني وتعود علي يعني هذا الشيء كله بكفي على اني. مين عم بيتعذب اكثر؟ اثنيناتنا عم نتعذب، انا عم اتعذب من شانه وهو عم يتعذب من شاني انا، بس انا عم بتعذب اكثر، انا عم بحس انه انا عم بتعذب اكثر من شان ما قادره اتركه، ما قادره اتركه لانه بحبه واعطيته امل وما قادرين نحصل على هالامل، ما قادرين نوصل عليه ولا باي شيء. لما بكون في حب، تفاهم، موده، ولكن الجنس بيبقى غايب عن العلاقه الزوجيه، بضلوا زواج ناجح؟ بالنسبه لي انا ما عندي مشكله. انا بالنسبه لك محمد، والله كمان ما عندي مشكلة. نعم، لأنه بينجح، بس إلا ما يضل في شيء ناقص، يعني هذا الشيء بيكمل الحياة الزوجية. نعم، بيكمل. الأولوية اليوم زينب هي لعلاقة جنسية كاملة متكاملة مع زوجك، تحسي أنت بإرضاء نفسي وبساتسفاكسيون معينة، أو هي الأولوية اليوم العلاقة الجنسية للإنجاب؟ الاثنين سوا، أكيد الاثنين سوا، يعني أول شيء لإرضاء نفسي وبعدين للإنجاب. أول شيء لإرضاء نفسي وبعدين للإنجاب. أنت بالنسبة لك محمد؟ للإنجاب.